يلا بينا، نشتغل فيها بقى. احنا ما خلصت كلام، ماشي، في انا وصفة احنا بموت في معانا وقت الكلام. حضرتك في البيت، ماشي احنا ماشي، اللي بص الموت بقى، يلا نتكلم. طب ايه، احنا هنقول على المفاجأة ولا ايه، ولا نخليها الفقرة الجاية؟ احنا عايزين نقول المفاجأة اللي انت عملتيها لي الصراحة يا نشوى، بجد انا طب اقول لكم انا اتفاجئت دي، وحقيقي يلا. فعلا طيب بصي، يعني انتوا لازم تستنونا يا جماعة، علشان دعاء عندها مفاجأة تانية غير الاكل الرهيب ده والحاجه السهله اللي انا طبعا بحبها موت، اصلا اي حاجه سهله انا تمام. بس فعلا نشوى قالت لي على فكره دعاء عندها مفاجاه هنعرفها في بعد الفاصل لما نخلص الوصفه الثانيه. يلا بينا نقول بقى. انا كفتة. عندي هنا كفته، عندي دوش، وعندي لحمه مفرومه، وعندي فلفل الوان اللي هو اللون الاحمر فقط. أيوة. اللون الفلفل الاحمر بيدي طعم مسكر جدا للكفته. هي بتبقى مسكره اصلا كمان بس، ولما الفلفلايه تحطي الحمراء. الفلفل، ايوه، لما تحطي الفلفل الاحمر بيدي طعم حلو قوي للكفته. حلوه قوي، ماشي. طبعا حلو. انا دي كفته شوي، انا ممكن احطها في الفرن، بس انا مش هعمل كده، هبتدي اعملها لكم النهارده على الطاسه كانها مشويه بالظبط. طب والتوابل يعني بتاعتك شكل ايه بقى يا دعاء؟ فلفل اسود وهيل وحبهان ومستكه، دي كلها بفرمها مع بعض. مع بعض، ايوه، وزر الورد برضو بيبقى حلو، حلو قوي، وقرفه و... انا على فكره شم ريحه التتبيله حلوه قوي. بس بصوا، انا هسالكم في اللي انتوا قلتوه دلوقتي، بس ناخد عمر الاول. يا عمر، الو. الو، ايوه يا عمر. هو بصراحه انا دي ثالث مره اتفرج على البرنامج، والمقدمه بتاعت حضرتك النهارده هي دي الحاجه الوحيده اللي شدتني ان انا اكمل الحلقه والله، مع ان انا كنت نازل اوردر شغل اصلا. ربنا يخليك يا عمر، احنا مش عايزين اخرك، بس برضو انا يهمني ان انت تقعد والله تتفرج يعني علينا. الجو جميل جدا، جو بهجه كده، والله انا واحد اتشجعت بصراحه، يعني انا راجل اهو ماليش في المطبخ، واتشجعت ان انا اقعد عليكم، لان انا عايز اعرف اخس ازاي بعد اللي بيحصل عندكم ده يا جدعان. هتخس ازاي؟ ما هو هي دي بقى المفاجاه، انت حرقت لنا المفاجاه يا عمر دلوقتي. انا بقيت صديق البرنامج، انا هسيب الشغل واقعد عشانكم بقى. هتخس يا دعاء، بتقول لك هتخس. استنانا لاخر البرنامج بقى، ما تنزلش دلوقتي، واستنانا لاخر الفقره. مش هقوم والله غير لما الحلقه تخلص. طب خلاص، استنانا بقى عشان نقول لك هتخس ازاي بعد اللي بيحصل ده. صباحكم زي الفل، ومكسرين الدنيا، ودايما كده يعني، دايما في تقدم كده، وان شاء الله اخس واجي اطلع زي الشيف دعاء. شكرا يا عبد الوهاب. شكرا. مين؟ عمر. 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 شكرا. عمر، معلش ريحه الكفته اثرت فيا. ايوه. جوعنا. بقول لك ايه يا شهيره، انا نسيت اسالك على حاجه، هو الجلاش بيدخن؟ طبعا. هتقول لي بقى طبعا بيتخن، بس انا هقول لك، انت عامله خلطات كتيره برضو، انت حاطه فيها حاجات وزيت وزبده إيه وسمنه صحي صحي، وحاطين فلفل الوان صحي، وعاملين حاجات صحيه، وتقولي لي بيتخن؟ لا بيتخن بجد. بيتخن طبعا. بس انت عارفه ان انا ما عنديش مشاكل، يعني احنا ما عندناش مستحيلات. بيتزا، ما هي بيتزا اصلا العجينه بتاعت البيتزا بتتخن عشان الدقيق الابيض. طبعا الدقيق الابيض ده من اهم الحاجات اللي بتتحول، الدقيق الابيض ده بيعمل مشاكل كتيره جدا، فعلا. هو والسكر والنشا والحاجات دي كلها. طبعا صح. بتعمل مشاكل كتيره قوي، وكل الحاجات دي عموما، كل السموم البيضاء، مش هسميها سموم بيضاء، الناس بتحبها، بس الحاجات البيضاء دي كتير، دي بتعتبر نوع من انواع النشويات، بتتحول في الاخر لسكريات في الجسم، بتبني عندي خلايا دهنيه، فبتحول الدهون تتراكم تتراكم تتراكم. في سؤال كمان جاي على بالي دلوقتي، في فطل. ناس بتقول لك ايه بقى، انا منعت سكر خالص علشان هخس، وبعتمد على نظام الرجيم بتاعي على المكرونه والنشويات. الله. بس انا منعه سكر، انا ما باكلش سكر كويس خالص. انا ما خدتش السكريات دبل، يعني نشويات وسكر، كويس انا ما خدتهاش دبل. وبعدين سمعت حد تاني بيقول ايه، يا جماعه ما هي النشويات والرز والمكرونه والحاجات دي بتتحول لسكريات. لسكريات طبعا، هي بمجرد ما بتدخل على طول البنكرياس بيحولها للسكريات، سكريات تبدا نفرز انسولين، الدنيا كلها بتبوظ مع الكميات الكبيره. ده كله بيفرض على بعض، وده ايه ده؟ بصي يا نشوى، خلي بالك انه الاكل ما فيهوش مشاكل لو احنا نظمناه صح. صح. بمعنى ايه؟ ان انا لو انا مثلا باكل، بعمل مكرونه بشاميل، ناس كتير ما بتقاومش المكرونه بشاميل، او المحشي مثلا، الله. او البيتزا، والنهارده الخميس بقى. ايوه بالظبط، النهارده خميس، ويك اند، وبكره الجمعه، وتجمع العيله كلها، فشيء طبيعي معروف ان الجمعه ده بيتعمل بقى الاكلات اللي هي تمام. صح. والسفره بتبقى مليان، ما عندناش مشكله. انت عارفه انا طول عمري انا بقول للناس انا اخس من غير حرمان، بمعنى ايه؟ انا عمري ما احرم حد هو بيحب حاجه، هيزهق مني، هيزهق مش هيكمل. لو هو بيقول لي انا بحب الاكل، ممنوع مرغوب. بالظبط كده. انت عارفه ان احنا لو انت اول لما بتروحي لاي دكتور دايت، واللي هيجي يقول لك بلاش مكرونه، بلاش رز، بلاش كذا، بلاش كذا، اول حاجه هتعمليها هتروحي تعملي الاكل اللي هو قال عليه ممنوع. مش هعمل كده، هنزل عند محل الكبده اللي تحت اللي تحت، هضرب كلهم عندهم محل كبده تحتيهم.
فطبعا اول حاجه هتتعمل هي الممنوع ده، دي حاجه فسيولوجيه الانسان. انت عارفه زي بالظبط كل الستات بتقول انا بكره هعمل دايت، بكره ده ما بيجيش بقى خالص ما بيجيش بكره ده. معلش بس كان عندي فرح النهارده بالظبط كده، يعني اضطريت ان انا اكل. انت عارفه انا طول الشتاء بقول ايه، بقول انا ان شاء الله على اخر الشتاء بشهر كده هبدا. انا الحمد لله بعرف اظبط نفسي بسرعه. يعني ممكن اتخن وبعدين على طول ارجع. بتعرفي انت تسيطري على طول. فلا لا لا ان شاء الله قبل الصيف، قبل انا ما اكتشفتش الكارثه اللي انا وصلت لها غير لما الجو حرر كده الفتره اللي فاتت دي، بدات اطلع بقى. اسكتي، اتصدمت خلينا مستخبيين. بالظبط. لا لا لحقت نفسي طبعا على طول وبدات. فهي دي الفكره، انه احنا دايما الحاجه اللي احنا هنحس ان احنا هنتحرم فيها بنأجلها. حاجة سيكولوجية كده في الجسم، حاجة طبيعية للإنسان، ما بيحبش يتحرم من حاجة بيحبها. بالظبط كده. يعني ما تقوليش لحد ما تاكلش شوكولاتة، ما تشربش مشروبات غازية وتبلع كده وتتبسط. بغض النظر عن، بصي خلي بالك أنا برضو بيبقى عندي ممنوعات، يعني المشروبات الغذائية الغازية دي أنا لما بحب بقول لا دي ممنوعة، ممنوعة ولا نسبة السكريات فيها عالية جدا. إلى جانب لو شربنا مثلا حاجات الدايت. ولا دايت ولا حاجه، لا مفيش كلام بجد. ما هي طبعا ممنوع بالنسبه لنا في اي حاجه، بس ده اللي انا بعمله مع نفسي وبرضي ضميري، بقنع نفسي برضي ضميري بقى. بخلص حله المحشي يا جماعه وبحط الكوبايه الدايت. اهم حاجه دايت. خلي الناس تضحك. أيوة علينا. عارفه انا الاداء ده، عارفه بقابله كتير والله. لا طبعا هي بغض النظر هي مليانه سكريات عاليه جدا جدا بشكل رهيب. يعني ما فيهاش اللي هي 1% ولا زيرو ولا الكلام ده. لا لا لا، والماده الغامقه، الماده الغامقه هي دي سر السعاده، البوظان كله سر السعاده. هي دي سر البوظان كله. بس عموما بصي، علشان برضو يعني ما تقلش على الناس، علشان الناس اللي بتحب الحاجات دي انا ما بحبش دايما اقول لهم لا ممنوع. لا ما انا ممكن اديله كوبايه اللي هي الدايت اللي انت بتقولي عليها دي، لان بيبقوا مقللين السكر فيها شويه. حلوة قوي. بديها له كوبايه بعد الغداء بفتره شويه، بس ما تبقاش اكتر من كده، يكون يعني افضل. كوبايه واحده بس حلوه قوي في اليوم. حلوه جدا. اسمك ما اتحرمت. انا كل القصه في ايه يا جماعه، انه انت عايز تاكل ده، انا مش بقول لك عليه لا، بس هنمشي صح. يعني هتاكله واشربه اللي احنا بنقول عليه واللي انتوا بتحبوه، بس بالطريقه اللي هنمشي بيها، هنمشي عليها. انت ما اتحرمتش وفي نفس الوقت خسيت صح كده وحافظت على صحتك. لا، ويا ريت توجهي رساله لجميع امهات مصر، لما تلاقوا اولادكم بيعملوا دايت ارجوكوا بلاش حاله المحشي، بلاش صينيه المكرونه. يعني يبقى لسه بادئ دايت النهارده، او انا لسه بادئه دايت النهارده، تلاقي ايه مامته بقى طالعه له ده النهارده يا حبيبي ازاي عامل لك حاله المحشي. ده حقيقي، ده عامل مساعد، يعني ده عامل مساعد بذمتك. ده حقيقي، ينفع الكلام ده؟ هي دعاء بقى كمان على فكره، هي هتقول لنا احنا دعاء بقى ده المفاجاه بقى. لا علشان دعاء فعلا محضره لنا مفاجاه كبيره جدا، اكبر كمان من الوصفات اللي هي بتعملها. بالظبط كده. الاول يا دعاء بقى احنا هنرجع لك تاني. انت عملتي ايه؟ انت صبعتي الكفته تمام، وعملت لنا حطيتيها بس تشوحيها في الزيت. انا هنا بعملها. لا وانا ما حطيتش زيت. حطيتي زيت؟ لا ما حطيتش زيت ولا اي حاجه. هي كده لوحدها من غير دهون؟ فيها نسبه دهون، فيها دوش وفيها نسبه ليه بسيطه، فهو ده بقى هتفقد الدهون اللي فيها. دوش اللي هو ايه؟ معلش ممكن تعرفوني ايه هو الدوش؟ الدوش ده بيبقى في زي هقول لك، بيبقى تبع البطن اللي بتبقى الدهون واللية. الدهون يعني اللي هي ليا، اللي هي ليا صح، الفرشه اللي هم بيقولوا عليها منديل. هي زي كده، ده الدوش. زي كده النسبه بتاعتها. احلى حته دي لما تاكلي بقى بيت الكلاوي كده. يا ريت كنت حطيتي زبده ولا زيت. الله يا ريت كنت عرفتي زبده ولا زيت. لو بصيتي شايره هتلاقي هي ريحتها حلوه قوي. طبعا هي بصي السوائل بتاعتها اصلك هي كلها دهون كمان، بتنزل الدهون. انا ليه عملت هنا على الحلقه؟ في ناس ممكن ما يكونش عندهم فرن او ممكن ما عندهمش شوايه، فان احنا لازم يعني نوري الناس انا ما عنديش فرن. والله سهله، حتى لو اللي عنده فرن برضو انا متهيالي كده اسهل واسرع. صح. وعلى فكره بتاخد لون، بصي بتاخد لون اهي كاني بصي انت عملتيها في طاسه. لو يعني لو انا مثلا عندي جريل اللي هو فوق البوتاجاز، بصي اللون كاني عاملاها في شويها. طبعا انا شفت يعني انا ممكن ارصها في الجريل اللي هو اللي بيحط على البوتاجاز ده. صح. اهم حاجه يكون معاكي سيخ ان انت تصبعي بيه، بتكوني ماسكاه كده وبتبلي ايديكي بالميه وبتحطي الكفته. انا عملتها دلوقتي وبتعملي الكفته. اهم حاجه بنفس الكفته، انا لو ما اديتش نفس للكفته هاكل حاجه مكتومه.
وممكن ما تكونش مستوية من جوه. بنفسها يعني انا لما بتبص عليها كده بفرغها من الهواء صح مش كده ولا بعملها بنفسها ليه من جوه؟ انا دلوقتي انا بخرمها من جوه على اساس تطلع بس هقول لك على حاجه يا دعاء هقول لك على حاجه طبعا. لو كنت مثلا ايه رايك لو بدل الميه السك دي انا بشوف بقى محلات الحاتي بيبل ايده في ميه البصل أيوة ويروح بس. بقى ايه مصبع كده علشان تاخد البصل دلوقتي مش انت هنا ضايفه في المكونات فيها بتاعتها بصل فيها بصل بالميه بقى ولا بصل لا بدون خدت التفل بس طيب ما كنت خدت الميه واستفدنا بيها وحطيت فيها شويه التوابل وعملنا كده وعملنا الميه بقى عملت بيها ايه ما بتحبش ما بتحبش لا لا هي صح حاجه تروح منها لا لا هي اسئلتها صح مش هنرمي ولا حاجه بس لا انا ما رميتهوش انا عملت بيه ايه عملت بيه تتبيله استربس الله في البيت عندي اللي هو ده بقى استربس ومقلي احنا في اخر دقيقه عايزين نشوف الكفته بقى انا خلاص خلصت طب شكلها في الاخر هيبقى حلو قوي كده حاضر اوريكي اوريكي هنا ما بتاخدش وقت كمان على النار لا هي مجرد ان هي هتاخد صدمه انا شايفه ان دعاء هدت عليها النار كمان اول ما اخدت صدمه صح يا دعاء حلوة ما شاء الله حلوه قوي حلوه جدا كاني وهنا برضو وما كشتش يا شهيره لو تلاحظي لا خالص ما كشتش عشان بيكنج باودر جميله قوي تسلم ايدك وريحتها حقيقي هايله لا ريحتها حلوه قوي بجد والتتبيله بتاعتها حلوه جميله قوي شكلها كده مغري للقلب جميله يا حبيبتي ميرسي يا دعاء بجد تسلم ايدك حقيقي يعني اولا اكله بسرعه شوفي بسرعه عشان هناكل سريعه جدا يا جماعه دي طبعا للناس اللي زيي تحب تدخل المطبخ في ربع ساعه تخلص كله 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 وتحط على السفره وناكل فعلا اكله سريعه شهيه الناس اللي ما بتعرفش تعمل بيتزا زي حالاتي مثلا دي حاجه سهله جدا ان انا اخد الجلاش واكسره واحط عليه كده اي حاجه يعني احنا النهارده عملنا لحمه مفرومه وزيتون وحركات لا ما احنا ممكن نعمل بسطرمه ممكن نعمل سجق ممكن نعمل اي حاجه البواقي اللي في الثلاجه اطلعها واحطها وابقى انا كده عملت وجبه غدا بريح فيها نفسي شويه قبل عزومات رمضان انا حابه قوي اللي احنا فيه دلوقتي علشان احنا بندي افكار للناس لان انت عارفه معظم بيوت دلوقتي هنعمل اكل ايه لا احنا هنعمل اكل ايه سيبيلي الحته دي بقى شهيره ان شاء الله باذن الله ربنا احيانا يوم الثلاث والاربع الجايين في ضرب نار هنا ضرب نار حقيقي انا محضره لكم حاجات بصراحه هتنبهر وبقى مش انتوا بس اللي هتنبهروا ده شهيره هتمسك في خناقي دلوقتي هتخانق معايا خلاص بقى هعمل ايه انا بتخانق معاكي بره حرام عليكي ميرسي يا دعاء ميرسي يا نشوه بجد انا استمتعت جدا بالفقره دي استنوني لان دعاء لسه عندها مفاجاه اكبر واكبر واكبر اوعوا تروحوا في اي حته